تهتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكل الأنشطة الطلابية اللي بتقدم للطلبة من خلال المرحلة الجامعية. عدد من المؤسسات اللي بيشارك في هذا الاهتمام وبيقدمه للطلبة بشكل جيد جدا ومفصل كمان. احنا النهاردة داخل احدى هذه الهيئات وداخل معهد اعداد القادة اللي من خلاله بنحضر ختام فعاليات اللقاء القمي لأوائل الصداقة الثقافية لعدد من المعاهد العليا والمتوسطة وكليات التكنولوجية. تابعونا وحلقة جديدة ويلا شباب. ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره ومفيش حاجه مستحيله تقدر عليه. اعزائي الشباب، واحنا موجودين معاكم النهارده الحقيقه في ختام فعاليات هذا اللقاء القمي ما بين اوائل الصداقه الثقافيه لملتقى مجموعه من المعاهد العليا وكليات التكنولوجيه ومجموعه من المسابقات الخاصه بالانشاد الديني والقران الكريم وغيرها. كمان النهاردة في محاضرة مهمة جدا عن الخطاب وإزاي الخطاب يكون وسطي وإزاي نقدر من خلاله نحاور ونناقش الشباب بشكل مجدي بشكل كبير جدا. فالحقيقة النهاردة كان معانا ضيف عزيز على قصة البرنامج. النهاردة بيسعدنا أن احنا يكون معانا فضيلة الإمام الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه. يعني سعدنا بوجودك معانا من خلال هذا. ربنا يخلي حضرتك ويحفظك ويكرمك يا رب العالمين، وأنا أسعد طبعا أني متواجد معكم في معهد إعداد القادة وفي هذا اللقاء الطيب الطاهر المبارك. والحقيقة يعني لما وجهت لي الدعوة يعني عايز ألحطك، أنا كنت مشغول، كان عندي حاجات تانية، بس كان من أوائل الحاجات اللي حطيتها عندي في الجدول أني بالضبط أني أكون حريص أني أكون موجود مع شبابنا في المعهد النهاردة. الحقيقة دي أمنية حياتي دايما، أن بحب اللقاء بالشباب. يمكن أنا من صغري كنت بجمع أصدقائي في نفس المرحلة العمرية وأصغر شوية وأقعد أتكلم معاهم وأتحاور معاهم وأحب أسمع مشاكلهم. علشان كده أنا النهاردة جيت أقعد مع شبابنا ومع الطلبة والطالبات، أسمعهم وأسمع مشاكلهم وأسمع أفكارهم وأسمع الأسئلة اللي عندهم، أسمع لأن خلي بال حضرتك الفترة العمرية اللي هم فيها أحلى وأفضل فترة هتمر بيها وفي نفس الوقت أخطر فترة. لذلك أنا بحس إن هم محتاجين أكتر إن يكون في حد من سنهم أو قريب من سنهم بيسمعهم، بيسمع آرائهم وبيسمع أفكارهم. عايز أقول لحضرتك بيخرج من أبنائنا في السن ده، عايز أقول لحضرتك بدون مبالغة، علماء في كل المجالات حرفيا، لأن ما شاء الله تبارك الله عندهم قدرة وعندهم يعني عندهم هم عالية ونفسهم يبقوا حاجة، بس هم فقط محتاجين حد ياخد بإيدهم للطريق الصح. علشان عارفة حضرتك الفترة دي وخطورتها وفي نفس الوقت وجمالها، ففي كذا خيط كده بيشدوا أبنائنا في اتجاهات معينة بالظبط، فهم بس محتاجين انك بس تحطه على التراك الصح وهتشوف منه احلى كلام، هتشوف منه احلى ابداع، هتشوف منه احلى شغل واحلى نشاط واحلى نتيجة. علشان كده انا بحب الفئة العمرية دي، بحب اكون متواجد معهم، بحب اسمعهم، بحب اسمع ارائهم وافكارهم، ودايما وابدا كلنا احنا في ظهرهم، ومش انا بس ولا قيادات الدعوة بس، البلد كلها في ظهرهم ومستنياهم يطلع منهم الطبيب الناجح والمهندس الناجح والمدرس الناجح والصانع الناجح وصاحب الحرفة الناجح. ومن هنا أنا بدعي لهم أن ربنا يوفقهم ويكرمهم ويحفظهم ويفرحنا بيهم يا رب العالمين. لكن حضرتك حريص فضلتك النهاردة أنك توصل لهم إيه من خلال لقائك بيهم؟ الخط العريض اللي نفسي أوصله النهاردة إن أقول لهم سيبكم من أي أفكار متطرفة، سيبكم من أي أفكار مغلوطة. مهما اتقال على الساحة أفكار معينة تزعزع الإنسان عن طريق ربنا سبحانه وتعالى عن الحق وعايزة تاخده وتجره في ناحية الباطل، أقول له اقفل عينيك وأقول له اقفل كمان ذهنك وخليك في طريق ربنا سبحانه وتعالى، خليك مع الشيخ الوسطي، خليك مع العالم الديني الوسطي اللي هياخد بإيدك لطريق ربنا سبحانه وتعالى وإنت في كامل الصحة و
الصواب في كل معلومة هو بيقولها لك، معلومة ليست مغلوطة، معلومة ثابتة، معلومة عليها الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. دعك من أي أفكار مغلوطة، أفكار هدامة على الساحة الهدف منها فقط هو زعزعت الدين وزعزعت الشباب الراسخ على دينه في هذه الفترة وفي هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، لما قال صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه في هذا الوقت كالقابض على القمر. فضيلة الشيخ، يعني النهاردة احنا بنحضر مجموعة من فعاليات نهايات المسابقات. الحقيقة التقينا بالشباب ما شاء الله عليهم، مواهب جميلة جدا، سواء منهم حافظين للقرآن الكريم، منهم المنشد، منهم المجيد جدا في الخط العربي. مش متخصصين، مش تخصصهم، مجرد الحب وهو ده الأهم يعني. فهل فعلا حضرتك شايف ان ده دور مؤسسة الدولة اللي بترعى الشباب، انهم يرعوا الشباب في المجالات المختلفة؟ طبعا لا شك، يعني من اهم الادوار التي تقوم بها الدولة المصرية هي رعاية الشباب ورعاية المواهب تحديدا. يعني يلا اطلع كده ورينا الموهبة بتاعتك، قول انا شاطر في دي، انا هقدر اادي دي، انا هقدر اشتغل في دي. هتلاقي الدولة كلها واقفة في ظهرك وبتمدلك ايدها وبتقولك يلا احنا في انتظارك، لان فعلا حرفيا احنا منتظرين من شبابنا ومن ابنائنا انهم يشيلوا البلد دي بعلمهم وبفكرهم المستنير وبادائهم المتميز وبابداعهم اللي احنا دايما منتظرينه. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي في حياتنا احنا نبني بدينا. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، مفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها نتعب شوية، ممدوح سيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم والطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهلا بحضرتك معنا من خلال عدسة يلا شباب. يا أهلا وسهلا بفندم، يا أهلا وسهلا، سعداء بوجود حضرتك النهاردة معنا من خلال هذا اللقاء اللي بيجمعنا بهذا الحشد الهائل من الشباب، والحقيقة بيشمل في داخله عدد كبير من الشباب المتفوقين أو الأوائل. كلمني عن مشاركتك النهاردة معنا. انا اولا سعيد جدا ان انا فزت ولادي، يعني لان طبعا انشطه طلابيه وطلبه وفدين، حتى الاعداد الحمد لله اعداد كويسه جدا يعني، فانا حقيقي سعيد، انا اللي سعيد بيهم مش هم، يعني انا اسعد منهم ان انا فزتهم يعني. اتفضل. حضرتك دايما بتحرص على انك تبقى موجود بين الشباب؟ اكيد اكيد طبعا اكيد، وبسافر معهم في كل منطقه في مصر كلها، من اسكندريه لاسوان في اي نشاط. كلمني عن علاقتك بالشباب، يعني حضرتك شايف شباب اليومين دول، هما طبعا احنا يعني شباب 65% من تعداد مصر يعني، فانت شايف ان الشباب ايه دلوقتي؟ هو الشباب هي الحقيقه الحياه. لا 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 لا، هو بس محتاجين شويه توجيهات. هم عندهم يعني تفكير كويس جدا وعندهم طاقه رهيبه، احنا بس احنا دورنا احنا نوجه الطاقه ديت او نوجه الايجابيات ديت ونحاول نبعدهم عن حته السلبيات، نديهم طاقه ايجابيه. بس هم عندهم المجهود وعندهم الطاقه وعندهم روح الشباب، وبس هم عايزين حد التوجيه من كل الانشطه، سواء توجيهي بقى ثقافي ديني رياضي، محتاجين التوجيه، وجه الطاقه بتاعتهم في المكان السليم. المكان السليم بالظبط كده، بالظبط كده. الاداره المركزيه لشؤون التعليم والطلاب وزاره التعليم العالي الحقيقه بتقوم بمجهود كبير. كلمني عن اهم واخر المشروعات اللي كانت وجهت كلها للشباب السنه دي. احنا عندنا في الاداره المركزيه لشؤون التعليم والطلاب عندنا 45 معهد على مستوى الجمهوريه من اسكندريه لاسوان، متقسمه على 8 كليات تكنولوجيه، منها الصناعي والتجاري والفندقي والخدمه الاجتماعيه. طبعا عندنا الاستاذ احمد مدير عام لرعايه الطلاب، مسؤول عن الانشطه الطلابيه،
في الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي والجوالة، في أنشطة كبيرة جدا 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 على مستوى الطلاب، وإحنا حضرنا منها أكتر من لقاء في سوهاج وفي اسكندرية وفي معسكر بلطيم وفي فئنة وفي أسوان وفي اسكندرية، في أكتر من مكان بنعمل فيه الأنشطة المختلفة سواء الدينية والثقافية والاجتماعية وكل الأنشطة اللي ذكرتها لسعادتك. القيادة السياسية الحقيقة بتهتم بشكل كبير جدا بالشباب، ودايما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيوصي بيهم خيرا، ودايما بيهتم بالمبادرات اللي بتقدم لهم سواء داخل الإطار الحكومي أو خارج هذا الإطار في مبادرات أهلية أو تنفيذية مختلفة ومدنية. هم أكيد الشباب هم بكرة، هم الأمل، لأن إحنا عايشين بيهم، لأن هم اللي هم القادة لقارة المستقبل في كل المجالات، هم القادة، بس إحنا نوجههم صح عشان نلاقي منهم بعد كده. طبعا. بس توجه لهم رسالة، هتقول لهم ايه النهاردة؟ هقول لهم حافظوا على بلدكم، احنا محتاجين ان احنا نحب نفسنا عشان نحب الاخرين، نحب بلدنا عشان نقدر نطلع بيها شوية، نستحمل شوية عشان نقدر نطلع بيها شوية. الايام اللي في حياتنا بنعيشها مرة، اوعى تستسلم في ثانية للحظة مرة، ده اليوم الحلو اللي يمشي في بعده عشرة. اللي يحب الدنيا دايما بيشوف جمالها، تقدر توصل عيونه للنور في ليل، لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلامك قصادك حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظه او منها تهرب، واللي بعيد عنك مصيره في يوم يقرب. من خلال عدسة يلا شباب دايما بنرصد الأنشطة الشبابية اللي موجودة في جميع منشآتنا التعليمية، خاصة في مرحلة التعليم العالي والتعليم الجامعي. الحقيقة النهاردة بيسعدنا ان احنا يكون معنا من خلال هذا اللقاء الأستاذ أحمد أبو المحاسن، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا يا فندم بحضرتك. أهلا فندم، أهلا وسهلا بك. الحقيقة الشباب دايما هم محور الاهتمام بشكل كبير جدا، وزارة التعليم العالي يعني بتوليهم رعاية كبيرة، لكن رعاية الشباب بالتحديد في كل كلية هي بتبقى الدينامو اللي بيحرك الأنشطة الشبابية. كلمنا عن حرصك في البداية لوجودك معاهم النهاردة من خلال معهد إعداد القادة. هو في الحقيقة اللي احنا دايما حريصين على الحضور الملتقيات القمية للطلبة بتوع المعاهد العليا والمتوسطة، للتأكيد على رسالتنا خاصة بالأنشطة الطلابية ورعاية الطلاب. دائما بنتواصل، دايما بنحاول نأكد على الرسالة بتاعتنا وعلى أهمية دورنا بالنسبة للولاد، وعلى أهمية التوضيح ليهم احنا عايزين منهم ايه، وايه أهدافنا اللي محتاجين نحققها فيهم، وايه أحلامنا فيهم يعني. فدايما بنحاول نتواجد عشان نحقق الرسالة ديت. عايزين ايه من الشباب في المرحلة الجامعية؟ المرحلة الجامعية أهم مرحلة لأي مواطن مصري على العموم، أو المرحلة السنية دي. لا يمكن ديت نقطة مهمة قوي، ودي المرحلة اللي احنا دايما عايزين فيها ننمي مهارات الطالب أو الطالبة، وتجهيزه لسوق العمل، وتجهيزه لمواجهة حياته العملية بعد التخرج. يعني الأنشطة الطلابية ما هياش هدفها تنافسي فقط، احنا واخدين يعني اتجاهين، اتجاه تنافسي واتجاه تنمية مهارات، تنمية مهارات ما بعد التخرج، تجهيز الاولاد الشباب بعد الجامعه او بعد المعهد انه ازاي هيواجه حياته العمليه، وايه المهارات اللي هو محتاجها عشان يقدر يواجه حياته دي. دايما ده هدف من اهدافنا. الحقيقه بقى في ربط دلوقتي ما بين فكره المواهب وتنميتها داخل المرحله الجامعيه، وما بين زي ما حضرتك بتقول احتياج سوق العمل، ودي كانت حاجه مهمه جدا. دلوقتي احنا من خلال تعرفنا مع الاولاد عرفنا ان في حاجه اسمها استماره بتتم ملئها من قبل الطالب اول ما بيدخل الجامعه عشان نعرف هو عايز يعمل ايه في الجامعه، ودي طبعا من الحاجات اللي الحقيقه يعني مشكورين بتعملوها، وانا شايفه ان ليها اهميه كبيره جدا في الحياه الجامعيه ان الطالب يبقى داخل وفاهم هو هيعمل. ده حقيقي فعلا. هو احنا زمان كان الطالب بيدخل الجامعه وممكن وعنده موهبه معينه او عنده طموح معين بعيدا عن الدراسه، ما كانش حد بيكتشفه،
فاحنا اضطرينا نلجا للاستماره اللي بيقدمها من خلال فور انتهائه من اجراءات مكتب التنسيق وتقدمه للمعهد او الجامعه. فكان لازم نحط استماره بطريقه معينه نكتشف فيها من خلال اجاباته على الاسئله اللي احنا حطيناها المواهب بتاعته وامكانياته وقدراته اللي احنا هنبدا نوظفها فيما بعد يعني. فدي كانت نقطه مهمه جدا ان احنا نحصل على معلومات ويبقى عندنا داتا خاصه بالانشطه الطلابيه من خلال الاستماره دي. بس الطلبه بيقبلوا على الانشطه الطلابيه بشكل كبير جدا، بيحبوا ان هم يمارسوا كل الهوايات دي داخل مبنى الجامعه او داخل اسوار الجامعه. هو في الحقيقه مش كل الطلبه بتيجي بثقافه النشاط الطلابي يعني. في البدايه الطالب في سنه اولى جامعه او في اولى معهد بيبقى خارج من الثانويه العامه او من المعاهد او من الدبلوم، يعني فكرته على الانشطه الطلابيه ممكن تكاد تكون ضئيله يعني. هو ده بيبقى دورنا احنا، وده اللي احنا بنبقى متحملين الرساله دي جدا ومهتمين بها جدا، ازاي الحق الطالب بتاع اولى واعرفه ان في رعايه شباب ودور رعايه الشباب ايه ورسالتها ايه والرؤيه بتاعتها للطالب ده ايه في حياته بعد كده. الكلام ده بنعمله من خلال الاعلام بقى يعني. ما عندنا المركز الاعلامي للانشطه الطلابيه خاص بالاداره العامه لرعايه الطلاب، احنا خدناه اتجاه تثقيفي للطالب وان احنا نحط الطالب على التراك ونعرفه ان في انشطه طلابيه وايه انواع الانشطه الطلابيه ديت وايه اهميتها بالنسبه له، علشان خاطر من سنه اولى على طول جامعه يبدا ينضم لينا ويبدا يعني نوظف امكانياته ومواهبه بالطريقه الصحيحه. الخطه الخاصه بالانشطه الطلابيه دي بيتم وضعها امتى وبتجهزوا لها في قد ايه؟ يعني احنا دائما بناخد يعني وقت من بدايه من بعد الامتحانات مباشره من نهايه العام الدراسي بنبدا نجهز الخطه بتاعتنا للعام الدراسي اللي بعديه. ليه بناخد وقت ده كله؟ لان احنا كل سنه بنعمل تجديد طبقا للتطور اللي حصل في الزمن وطبقا للتطورات اللي حصل حتى على المستوى السياسي والدولي وجوه الدوله نفسها. احنا دائما بنحاول عندنا مرونه كافيه ان احنا نغير خطتنا. وعلشان نجهز الخطه ديت بننزل لمحافظات مصر كلها، لان احنا عندنا 240 معهد على مستوى محافظات مصر منتشرين. فاحنا محتاجين نعرف احتياجات كل محافظه من المحافظات ايه طبقا لثقافتها. الاحتياجات مختلفه، احتياجات الشباب داخل كل محافظه بتختلف عن بعضها. في احتياجات عامه بنقدر نفهمها كويس قوي ونشتغل عليها، في احتياجات بتبقى خاصه بكل محافظه سواء التثقيفيه يعني خاصه الاحتياجات التثقيفيه بالذات يعني. يعني بعض محافظات الصعيد محتاجه تثقيف في اتجاه معين، فبنشتغل عليها كويس قوي وبندرس احتياجات المحافظات دي ونبدا نجهز خطتنا اللي احنا هنتعامل معاها مع الاحتياجات ديت ونوفيها ازاي للطلب. ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه رسمه، ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. واحنا بنحضر معاكم ختام اللقاء القمي لاوائل الصداقه الثقافيه ما بين المعاهد والكليات التكنولوجيه. الحقيقه كان معانا الاوائل اللي فازوا في المسابقات على مدى اسبوع من التسابق. اهلا بيكم معانا شباب والف مبروك. واتعرف عليك احمد اكمل هارون. اهلا يا احمد، انت في اي مجال التسابق؟ انا الانشاد الديني. محمد سالم الفتوح. مجال ايه؟ انشاد الديني. أول مرة تشاركوا في هذا التسابق ولا شاركتوا قبل كده؟ لا أنا شاركت كتير، يمكن 7 مرات ولا 8 مرات. الحمد لله يعني كنت في مجال الإنشاد الديني ولا في السباق ده قبل كده؟ نفس المسابقة دي؟ لا في مسابقات كتير جدا يعني، بس بقى أهمها المسابقات دي عشان بحبها. أنا في معهد فن صناعي الزازي. ما شاء الله عليك. وبالنسبة لك؟ لا أنا شاركت في مسابقتين قبل كده تبع المعهد وبره المعهد، بس دي ثالث مرة ليا بس من المعهد. مع حضرتك بقالك قد ايه في مجال الانشاد؟ لا كتير من صغري، من 7 سنين مثلا. حد عندك في العيلة بينشد او بيحب الانشاد ولا انت بس حبيت؟
العيله كلها. طب احكي لي كده. انا اخوالي يعني خالي الصغير والاصغر منه والاكبر كلهم بينشدوا حافظين القران تمام، بس فكنت اتعلمت منهم. وانت صغير كده كنت بتروح وتسمع وتشوف معاهم؟ تمام. وهم حبوا ان انت تبقى واحد منهم بعد كده؟ بالظبط. طيب كانوا بيشجعوك ازاي؟ عادي، كانوا بيحمسوني يعني يقولوا لي خليك في الانشاد احسن تمام، لان الغنى بمعنى صح كلام ملوش لازمه يعني. بس فالحمد لله ان انا اتجهت الانشاد احسن من الاغاني بكتير. الفقره اللي انت قدمتها النهارده وفزت فيها من قبل لجنه التحكيم كانت ايه؟ كان النقشبندي. طب ما تقول لنا حته منها كده، ايه رايك؟ حاضر ماشي. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع نادي، وبنور وجهك إني عائد وجل، ولن يعز بك لن يشقى إلى الأبد، مهما لقيت من الدنيا واردها فأنت لي شغل، عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضاك، تحلو مرارة عيش في رضاك، في رضاك. ما شاء الله عليك. بتشتغل ازاي على صوتك؟ عادي بتدرب في البيت، وكنت بتدرب مع واحد في شبرا عندنا، بس مركز تدريبه كده للمقامات وكده، بس ما استمرتش معايا يعني كتير، بس الحمد لله يعني. انت بقى لك كام سنه مع الانشاد؟ انا بالظبط يعني ممكن 10 سنين. 10 سنين. خلاك تتجه للمجال ده؟ انا العيله كلها عندنا أنا شايف ان الانشاد ده يعني حاجه مهم، لازم يبقى فيه اساس في العيله. أهم من كل ده برضو القرآن طبعا. أنا طبعا قارئ القرآن، وأخويا قارئ القرآن، وأبويا قارئ القرآن، ما شاء الله عليك. العيلة كلها يعني الحمد لله موهبة. ربنا يخليك يا رب. تسلم. قول لي بقى جزء من اللي أنت دخلت بيه المسابقة النهاردة. كانوا ليك أنشودة حلوة كده. عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا نور عرش الله الله، يا عريض الجاه يا ابن عبد الله الله، عليك سلام الله يا نور عرش الله الله، يا عريض الجاه يا خير خلق الله الله، بعثك إله علام أنزل عليه القرآن، يا بدر هل وبان يا بشرى للإسلام، أديت رسالة الله صلى عليك الله، عليك سلام الله يا رسول الله. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، يعني حاجة هايلة الحقيقة. يعني أنا سعيدة بوجودكم معايا النهاردة، وسعيدة إن في شباب بيتمتعوا بموهبة جميلة كده وحابين إنهم ينموها. قولي طموحكم إيه؟
نفسك في ايه بكره؟ نفسي في حاجات كتير قوي. زي ايه بقى؟ نفسي اهم حاجه الرضا طبعا من ربنا، ونفسي بقى في الحاجات اللي كل شاب عايزها يعني. اللي هي زي ايه بقى؟ عربيه كده طبعا، ربنا يديك كل اللي انت عايزه. نفسك تعمل ايه في مستقبلك لنفسك؟ نفسي بقى صوتي مسموع من في العالم كله، ويبقى الناس حابه تسمعه. بس دي حاجه انا نفسي فيها من زمان، وبحافظ القران اكتر والناس برضو تسمعني وتحبني في القران اهم من الانشاد بكتير. ان شاء الله ان شاء الله. نفسك في ايه؟ انا مش نفسي في حاجه والله، الحمد لله يعني على كل حال. بس الحاجه الوحيده اللي نفسي فيها والله بجد ان انا ابقى زي النقشة بندي، بس اكتر من كده مش عايز، لان بعد كده كل حاجه سهله انها تيجي عادي، لان ربنا سبحانه وتعالى اللي بيمشي في طريقه بيبقى سهل عليه بعد كده ان هو يجيب له اي حاجه لحد عنده. الايام اللي في حياتنا بنعيشها مره، اوعى تستسلم في ثانيه للحظه مره، ده اليوم الحلو اللي يمشي في بعده عشره. اللي يحب الدنيا دايما بيشوف جمالها، وبتقدر توصل عيونه للنور في ليل. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلامك قصادك حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة او منها تهرب. واللي بعيد عنك مصيره في يوم يقرب. كده كنا وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده، لكن دايما هنكون معاكم في لقاءات مختلفه ومتعدده من خلال موضوعات تهمكم في اماكن ايضا انتوا دايما متواجدين فيها وبتحبوا تروحوها، من خلال حلقات جديده. ويلا شباب، شكرا والى اللقاء.